مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يواصل زيارة الدولة لجمهورية الصين الشعبية، ومدينة التكنولوجيات والاقتصاد شنجن محطة هامة في صلب الزيارة وإشادة صينية بمستوى العلاقات التاريخية المتينة بين الجزائر والصين. رئيس الجمهورية يؤكد أن الصين ستستثمر 36 مليار دولار في مجالات مختلفة ببلادنا خلال لقائه بأفراد الجالية الوطنية ببكين. وهذه الزيارة يعني أعطت دفعة قوية لكل المجالات، في المجال الدراسي اللي هي اللي راح تفتح أبواب كثيرة للطلاب الجزائريين. نشكر سيادة الرئيس على الزيارة اللي قام بها لتطيد العلاقات بين الجزائر والصين. والجالية الوطنية تثمن اهتمام السيد الرئيس بشغلاتها واشتراكها في مسار التعاون الاستراتيجي البيني. تزامنا وفصل الصيف وحفاظا على سلامة المواطنين، تكثيف عمليات الرقابة التوعوية على مستوى حلقات التسويق لحماية المستهلك من مخاطر التسممات والعينة في النشرة من ولاية وهران. أهلا بكم مجددا. وثقة تمضي الجزائر نحو تقوية اقتصاداتها وتنويع شركاتها للتموقع الاستراتيجي إقليميا ودوليا. وبين الجزائر والصين علاقات تاريخية عميقة ومتجذرة وراسخة، وتعاون ثنائي مثمر على أكثر من صعيد، توافق كبير في الرؤى والمواقف في قضايا الراهن المتغير، وإرادة مشتركة في تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة وفق رؤية واضحة المعالم. علاقة متينة من شأنها الارتقاء إلى مستويات أعلى بعد زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية إلى جمهورية الصين الصديقة. يواصل إذن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون زيارة الدولة التي يقوم بها إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة، حيث حل صباح اليوم بمدينة شنجن مدينة التكنولوجيات والاقتصاد جنوب الصين. الزيارة تندرج في إطار تعزيز العلاقات المتينة والمتجذرة وتقوية التعاون الاقتصادي بين البلدين. هذا والتقى رئيس الجمهورية نائب أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني مانغ فان لي بشانساز الصينية بمقاطعة غواندونغ. اللقاء حضره الوفد الوزاري الهام الذي يرافق رئيس الجمهورية في هذه الزيارة. وبمناسبة هذا اللقاء أشاد إطارات الحزب الشيوعي الصيني بمستوى العلاقات التاريخية المتينة بين الجزائر والصين إلى جانب المحادثات البناءة التي أجراها رئيس الجمهورية مع نظيره الصيني. وفي ختام اللقاء أخذ رئيس الجمهورية صورة تذكارية. وقبل مغادرة السيد الرئيس اليوم العاصمة بكين، وحسب التقرير الذي رسخه خلال زيارته خارج البلاد، التقى ببكين أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالصين. اللقاء سنحة للاستماع إلى انشغالات جاليتنا المقيمة بالصين وإشراكها في مسار التعاون الاستراتيجي البيني. وبالمناسبة أبرز رئيس الجمهورية ضرورة تقوية الحركية السياحية بين البلدين، مؤكدا أن الصين ستستثمر 36 مليار دولار في مجالات مختلفة بالجزائر كالصناعة والتكنولوجيا الحديثة واقتصاد المعرفة
النقل والصراحة. هذا وقدمت جاليتنا الوطنية شكرها للسيد الرئيس نظير وقفاء بعهوده تجاهه. نرحب بسيد الرئيس عبد المجيد تبون، وهذه المبادرة شرفتنا ونفتخر بها بين الأجناس وحتى هنا في الصين في الجامعات وفي بين الشركات. وهذه الزيارة يعني أعطت دفعة قوية في لكل المجالات، في يعني في المجال الدراسي اللي هي اللي راح تفتح أبواب كثيرة للطلاب الجزائريين باش يجوا للصين، وحتى لرجال الأعمال باش يديروا علاقات اقتصادية بين الشركتين، يعني بين الشركة الجزائرية والشركة الصينية. نشكر سيادة الرئيس على الزيارة اللي قام بها لتطيد العلاقات بين الجزائر والصين، ونشكر أيضا على اللقاء بين مع الجالية الجزائرية هنا في الصين لتوطيد العلاقات أكثر بين الجالية وبين بين الدولتين وبين الجالية الجزائرية والجزائريين بصفة خاصة مع الصين اللي هنايا. نعرفوا هنا باللي في الصين كاين جالية كبيرة هنايا في الصين، خصوصا في الجامعات الصينية، وأنه يكون هناك ترابط ولا هناك اتصال مع المؤسسات العلمية والمؤسسات الاقتصادية في الجزائر، هذا حيمد زخم مثلا تطوير صناعات في الجزائر ولا تطوير البحوث العلمية وغيرها من إذن هي المقاربة الاقتصادية الجديدة للجزائر الداعمة للاقتصاد الوطني والمتفتحة على الاستثمارات الأجنبية المبنية على الثقة المتبادلة بما يعود بالنفع على الجزائر والصين. في ذكرى 61 لتأسيس الشرطة الجزائرية، أشرف اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والمدير العام للأمن الوطني وأكد القائد دكركي الوطني على مراسم الاحتفال بهذه الذكرى بمقر القيادة والسيطرة للأمن الوطني بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بشؤون القانونية والقضائية بوعلام بوعلام وعدد من أعضاء الحكومة وعدد من الإطارات العليا بالمؤسسة الوطنية للجيش الوطني الشعبي. الاحتفائية التي تحمل شعار تاريخ مجيد وعهد جديد تؤكد التزام وجاهزية مؤسسة الشرطة خدمة المواطن والمواطن، وتحمل دلالة قوية على ضرب ومنهج سلكته الجزائر برزانة وانسجام في مسار البناء المؤسساتي خاصة الأمنية، منها ضمانا لسلامة أمن الوطن والمواطن في كل شبر من هذه الأرض التي سقيت بدماء الشهداء، واستكمال البناء وعصرانة القطاع باعتماد مناهج حديثة قابلة لمسايات المستجدات التكنولوجية ومواكبة التطور الحاصل على المستوى الاستعداد لمواجهة كل التحديات. إن حضوري اليوم أمام منتسبي هذا الجهاز العتيد لمشاركتهم هذه الاحتفالية لتأكيد مني شخصيا وكممثل للحكومة على العناية التي توليها السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لجهاز الشرطة بكل إسلاكه ورتبه، تقديرا للجهود المضنية التي يبذلونها في الميدان والتي كللت دائما بنتائج باهرة في حفظ النظام والأمن العمومي والتصدي للجريمة بشتى أشكالها. يجدر التنويه في هذا المقام أن تضافر جهود مختلف أجهزتنا الأمنية والمساهمة الفعالة للمواطن في تفعيل المعادلة الأمنية هي مقومات اجتمعت لتجعل من وطننا الغالي حصنا آمنا ومنيعا. في التعاون الجزائري الفلسطيني الجمركي، قام اليوم قائد الضابط الجمركية الفلسطينية إياد حركات بزيارة تفقدية إلى المدرسة العليا للجمارك الجزائرية بوهران، تفقد من خلالها المرافق البيداغوجية بالإضافة إلى مختلف الفضاءات التي تسمح للطلبة والمتربصين بتلقي تكوين قاعدي شامل يتوافق مع الواقع المعني للعمل الجمركي. الزيارة تأتي لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجهازين في عديد المجالات التي تعنى بالشأن الجمركي.
في السنوات الأخيرة شهدت الجمارك الجزائرية قفزة نوعية سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي، وعليه لن نبخل أبدا بهذه المعارف لتلقينها وتحويلها إلى الإخوة الأشقاء إطارات، ضباط، أعوان، الضابطة الجمركية الفلسطينية. قدرات الجزائر معروفة، قدراتهم التدريبية معروفة. أنا بكفيني فخرا أنه إذا كان هذا التكوين بس من خلال الجزائر، أنا بكون وثقان جدا بمؤسسة جمركية فلسطينية قوية جدا جدا جدا. تتواصل عملية التسجيلات الجامعية لحاملي شهادة البكالوريا دورة 2023 والتي انطلقت أمس. العملية تتم حصريا عبر المنصة الرقمية بصفر ورق دون عناء التنقل إلى الجامعات، خطوة تجسد جهود رقمنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. نشرتنا مستمرة أقول وفيها بعد قليل. شراكات مثمرة واتفاقات مربحة بين الجزائر والصين على ضوء التسهيلات التي يمنحها قانون الاستثمار الجديد، ثمرة منتدى الأعمال الجزائرية الصيني. وفي النشرة إطلالة سياحية على شاطئ البلج بتيبازا، متعة الزائر بزرقة المياه والرمال الذهبية الناعمة، ووجهة تستهوي العائلات للاستجمام والاسترخاء. والآن يتجدد موعدنا مع النشرة الاقتصادية في تقديمها حفصة غاني. أهلا بك حفصة. شكرا لك نوردين. مشاهدينا مرحبا بكم، نلتقي بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا في الموعد الاقتصادي لنهار اليوم. البداية بأشغال منتدى الأعمال الجزائري الصيني التي جرت أمس ببكين الصينية، والتي توجت بالتوقيع على 12 اتفاقية بين مؤسسات جزائرية وصينية في العديد من المجالات الاقتصادية الاستراتيجية والحيوية. مبعوث تلفزيون إلى الصين كمال سويك. المنتدى الاقتصادي الجزائري الصيني أو صفحة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين. التقى رجال الأعمال الصينيين مع ندرائهم الجزائريين، فبعضهم جاء للتعرف على السوق الجزائرية وآخرون للتوقيع على اتفاقيات. اليوم شفنا اليوم كان عدد كبير من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين اللي جاوا للصين، ولكن خاصة متعاملين اقتصاديين صينيين اللي جاوا يعني بقوة، كان حوالي قرب 140 متعامل اقتصادي صيني. هذا يبين أنه هما مهتمين بالسوق الجزائري. نقل الخبرات والتكنولوجيا كان في صلب هذا المنتدى، فبالنسبة لرئيس هذه الشركة الجزائرية فإن الشراكة مع الصين هي شراكة واعدة ستسمح لا محالة برفع قيمة الصادرات نحو دول الجوار. يعني احنا من قبل كنا نستعرض هذه التكنولوجيا ونخلصوها، اليوم راح تولي عندنا في الجزائر يعني بديزاينيور الجيريان، يعني مع البارتناريا تاعنا لشركة توب تك اللي حيكون يعني 50% كما رانا نشوفوا اليوم، 50% للجزائر و 50% للشركات الصينية. الاستثمار في الجزائر هو مشروع كان يراودني منذ سنين. أنا متأكد أنه من خلال هذا المشروع سنستطيع الولوج للسوق الإفريقية. تعددت الشركات وتعددت مجالات الشراكة، فبعد دراسة معمقة للسوق الجزائرية والسوق الإفريقية يعلق هذا المستثمر الجزائري آمالا كبيرة على شراكته مع مؤسسة صينية ليلج بمنتوجه السوق الإفريقية من بابه الواسع. شركة صينية متطورة في صناعة الألبومين البشري، ونحن الحمد لله توصلنا لاتفاق الصناعة في الجزائر في الشهر السنة القادمة إن شاء الله. وهذه الألبومين يستعملها العالم حوالي 5.7 مليار دولار على مستوى العالم، وأفريقيا تسهلك حوالي 160 مليار دولار، يعني حيكون السوق الأفريقي حيكون تحت
اعطونا البريزونطاسيون اكسكلوزيف افريقيا والشرق الاوسط. اخترنا هذا الشريك الجزائري لأن مشروعه يتماشى وطموحنا من أجل دخول السوق الجزائرية والسوق الإفريقية على حد سواء. أما بالنسبة لعملاق الاتصالات الصيني هواوي فهو يضع في صلب استراتيجيته نقل الخبرات بالاعتماد على قدرات المبتكرين الجزائريين وعلى المؤسسات الناشئة. اليوم في إطار زيارة رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون إلى جمهورية الصين الشعبية، هواوي الجزائر مضت اتفاقية مع المسرع ألجيريا فنتور، وهذا لإنشاء كلاود في الجزائر يكون يسمح للمؤسسات الناشئة وأيضا لكل المؤسسات الشبانية القادمة لزينوفاتر حتى يستعملوا هذا الكلاود، ونسمح لهم أيضا بتشجيعهم لاستعمال هذا النوع من الكلاود. هذا يدخل في سياسة هواوي اللي دائما تشتغل مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المتوسطة لخلق نظام بيئي جديد لهذه المؤسسات، وتسمح لهم أيضا لاستعمال التكنولوجيات الجديدة ودخول في التحول الرقمي. L'université de l'IA, de mathématiques, c'est porteur de projets innovants. Donc ils ont la possibilité de mettre en pratique leurs idées, leurs projets dans un environnement propice. Au lieu d'aller chercher cet environnement, cette plateforme, cette infrastructure technologique de pointe donc à l'international, elle sera mise à leur disposition juste à côté. نحن فخورين لهذا التقارب بين الجزائر والصين الاستراتيجي، وأيضا الإمضاء الاتفاقية بين شركة هواوي وألجيريا فانتر الذي سيساعد على تطوير النظام البيئي للشركة الناشئة وستارت اب والتطور الرقمي والتحول الرقمي أيضا. التوقيع على 12 اتفاقية ما هو إلا بداية العلاقات القوية بين البلدين، علاقات تريدها الجزائر وبكين استراتيجية وشاملة. هذا وتنقل اليوم الوفد الجزائري إلى مقاطعة شنجن الصينية، المقاطعة الاقتصادية الصينية الخاصة وإحدى أكبر المدن المصنعة للإلكترونيات ووسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة في العالم. ونبقى في الصين، حيث أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو عن إطلاق التحالف العالمي للتصنيع المبني على الذكاء الاصطناعي بهدف تطوير هذا المجال في مختلف النشاطات الإنتاجية. جاء الإعلان عن هذا التحالف في ختام أعمال النسخة السادسة من المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي المنعقد في مدينة شنغهاي الصينية. التحالف سيعمل على دمج شركاء متخصصين في القطاعين العام والخاص لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتطوير الابتكارات القائمة عليه في مجال التصنيع. إلى روسيا، حيث وافق مجلس الفيدرالي الروسي على القانون الأساسي الخاص بإدخال وتنظيم الروبل الرقمي في روسيا، والذي سيصبح هو الشكل الثالث للعملة الروسية إلى جانب الروبل النقدي وغير النقدية، حيث سيتم إنشاء الروبل الرقمي بشكل أساسي كوسيلة إضافية للمدفوعات والتحويلات. لذلك لن يكون من الممكن فتح وديعة به والحصول على قرض، ولن يتم احتساب أي فائدة على الأرصدة في المحافظ الرقمية.
كشف صندوق النقد الدولي أن اقتصادات الأسواق الناشئة تحملت وطأة ارتفاع الدولار العام الماضي لأعلى مستوى له في عقدين، وتضررت بسبب خروج رؤوس الأموال وارتفاع أسعار الواردات وتشديد الأوضاع المالية. وأوضح الصندوق أن بحثا جديدا في تقريره السنوي عن القطاع الخارجي أظهر أن ارتفاع الدولار العام الماضي كان له تأثيرا على الأسواق الناشئة أكبر من على الاقتصادات المتقدمة الأصغر لأسباب من بينها أن أسعار الصرف في مجموعة الأخيرة أكثر مرونة. سجلت اليابان الشهر الماضي أول فائض تجاري لها منذ عامين قدرت ب 43 مليار ين ما يعادل 300 مليون دولار، وذلك بفضل ارتفاع الصادرات وتراجع تكاليف واردات الطاقة. وأفادت مصادر يابانية رسمية أن اليابان عانت في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري من عجز تجاري تجاوز 6 تريليون ين. وفي المقابل فقد أدى الطلب الأمريكي القوي على السيارات وآلات البناء الشهر الماضي إلى زيادة الصادرات اليابانية الإجمالية. سجلت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم ارتفاعا طفيفا متجاهلة سلبية بيانات مخزونات النفط والبنزين الأمريكية لهذا الأسبوع، لتصل إلى مستوى 79 دولارا و66 سنتا للبرميل. وارتفع كذلك خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 75 دولارا و58 سنتا للبرميل. ارتفعت أسعار الذهب اليوم إلى أعلى مستوى لها في 9 أسابيع، وذلك بفضل تراجع مؤشر الدولار. وحققت أوقية الذهب في المعاملات الفورية 1987 دولارا و18 سنتا، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مايو الماضي. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب وسجلت 1988 دولارا و80 سنتا للأوقية. ختام النشرة بصرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة، في أمان الله. نواصل إكمال النشرة. وفي إطار تجسيد برنامج قطاع الصحة لتثمين المورد البشري الاستشفائي، احتضنت ولاية جيجل فعاليات الجامعة الصيفية بمشاركة 13 ولاية قصد تحسين الخدمات داخل المؤسسات الصحية. يقول عبد الرحيم شمعوني. احتضن المعهد الوطني للتكوين العالي للشبه الطبي بولاية جيجل فعاليات الجامعة الصيفية، وذلك من أجل خلق فضاء للتشاور بين المسيرين في القطاع الصحي وتحسين نوعية الخدمات داخل المؤسسات الاستشفائية. تهدف هذه التظاهرة إلى أولا التذكير بالمحاور الرئيسية لخارطة الطريق المتعلقة بمخطط العمل للتكفل بالمريض ومدى تنفيذها، إجراء تمارين تطبيقية حول كيفية تنفيذ وإنجاز عقد النجاعة والأداء، خلق فضاء يسمح للإطارات المسيرة بالالتقاء لتحسين معارفهم وتبادل خبراتهم. تناقش عديد إذا النقاط والمسائل التي تخص منظومتنا الصحية، يعني كيفاش ننهضوا بها إلى الأحسن، كيف نحسن، كيف نرتقي بمستوى الخدمات. الورشات هذه راح تعود بالفائدة بتحسين الأداء المسيرين على الهدف الأسمى وهو التكفل بالمريض. الجامعة الصيفية باعتبارها متنفس وطرح الانشغالات للسيما بالبرامج الجديدة اللي هي البرامج المالية، ومنها كذلك على لوبام هذا مخطط عمل المريض. هي مبادرة تبرز عزم الدولة على تطوير القطاع الصحي وتوفير بيئة علاجية ملائمة لتطلعات المواطنين.
وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين خلال فصل الصيف ولحماية المستهلك من مخاطر التسممات، تكثف مديريات التجارة بالتنسيق مع مختلف الجهات من عمليات الرقابة التوعوية وقمع الغش، خاصة على مستوى حلقة التسويق. العينة من وهران مع خير أبو طالب. مع حلول موسم الاصطياف تقوم فرق حماية المستهلك وقمع الغش بتكثيف الخرجات الميدانية لمراقبة مختلف النشاطات التجارية، لا سيما تلك التي تلقى إقبالا واسعا من طرف المستهلكين كالمقاهي، المطاعم ومحلات الأكل السريع وغيرها لتقليص الأخطار الغذائية. واحد يأكل حاجة مقية ويعرف وين يأكل، كيف فهمتني؟ راني مع الصيف الحمى، أنا كي تعرفين تكون كاين المراقبة يومي، ما يكونوش كاين هاد التصرفات هادو. ترقعد وانت هاني في الماكلة هذيك، ماشي معتالي على فين تقدبك توكسيكاسيون ولا تقدبك حاجة. بالنظر إلى طبيعة هذه الأنشطة الحساسة والمخاطر التي قد تسببها للمستهلكين، تم تجنيد 216 عون لتعزيز عمليات الرقابة النوعية وقمع الغش، مع التحقق من شروط ممارسة هذه الأنشطة التجارية من حيث حيازة السجل التجاري، شفافية الممارسة التجارية فيما يتعلق بإشهار الأسعار والتعريفات. الخرجات الميدانية يقوم من خلالها الأعوان بمعاينة مدى تقيد التجار للشروط الصحية في حفظ وعرض المواد الغذائية. ماشي المستهلك هذيك ولا بد مد لها حاجة نقية، سي اوتوماتيكمون مد لها حاجة نقية، وثاني مونطون بليس تكون حاجة نظيفة نقية. نقوم يوميا في مرافقة أعوان التجارة ومكاتب الصحة والنظافة لبلدية وهران وكافة بلديات الولاية، مع العلم أن الرقم الأخضر اللي هو 33 11 تحت تصرف المستهلك الوطني. مكتب وهران عندنا الابليكاسيون اللي راهي في الاب ستوري متاحه لجميع المواطنين. هذا وستتواصل الخرجات الميدانيه والتحسيسيه من التسممات الغذائيه طيله فصل الصيف للوقايه من الامراض. في إطار البرنامج السنوي المسطر من طرف القيادة التكتيكية لمجمع سنطراق قطب الجزائر العاصمة، تم اليوم تنفيذ تمرين محاكاة لحادث على مستوى مركز توزيع الوقود التابع لشركة نفطال بالمتواجد بواد عيسي ولاية تيزي وسو. يقول ملك الرحبون: هو امتحان تجريبي لعناصر مؤسسة نفطال بهدف تجريب روح اليقظة لديهم، خاصة في هذه الفترة التي تعرف ارتفاعا كبيرا لدرجة الحرارة ونسبة وقوع الحوادث تكون أكبر. قمنا بتمرين محاكاة مع مركز القيادة التكتيكية لسونطراك، حيث قمنا بتفعيل المخطط الداخلي، حيث سخرت المؤسسة كل الوسائل اللازمة لإنجاح هذا التمرين، والحمد لله هذا التمرين كلل بنجاح كلي. مشاركة مليحة لنا، مليحة للأعوان تاعنا، مليحة للأعوان تاع نفطال، باش الناس ما تعوجش باللي أوني با لابري، ممكن أي وقت يصير لنا حادث كيما هذا. دونك هذا الشيء راح يخلينا نحينوا المعلومات تاعنا ونخليوا الأعوان تاعنا في جاهزية قصوى لمختلف التدخلات. التمرين يندرج في إطار البرنامج السنوي المسطر من طرف القيادة التكتيكية لقطب الجزائر العاصمة التابع لمجمع سونطراك، والذي كان هذه السنة بولاية تيزي وزو، وعرف مشاركة عناصر الحماية المدنية، الشرطة، عناصر الدرك الوطني، إضافة إلى المؤسسة الاستشفائية لولاية تيزي وزو. يهدف هذا التمرين للوقوف على مدى جاهزية أعوان الأمن والسلامة التابعين لمركز الوقود، وكذلك التناسق والانسجام بين مختلف الفاعلين في هذا التمرين من مصالح الحماية المدنية وأجهزة الأمن وكذلك المصالح الاستشفائية. تجهيز العناصر وإكسابهم خبرة ميدانية من شأنه المساهمة في تمكينهم من التحكم في الحوادث وتقييم مدى الانسجام بين مختلف الفاعلين. ولمكافحة حرائق الغابات نظمت اليوم المديرية العامة للحماية المدنية دورة تدريبية لفائدة أعوان الحماية من 15 دولة عربية وإفريقية. الدورة التكوينية تخللتها عروض تطبيقية لكيفية إخماد حرائق الغابات لما يمتلكه أفراد الحماية الجزائرية من خبرة في المجال. وبالمناسبة سلم المدير العام للحماية المدنية شهادات للمتربصين المشاركين في الدورة التدريبية الخاصة بعملية إخماد الحرائق.
واليوم اختتام دورة تدريبية التي عرفت تمارين تطبيقية خاصة في مجال تنسيق العمليات ما بين الإسعافات الأرضية والجوية. كانت في دروس نظرية، كانت في تمارين محاكاة، كانت في أيضا تمارين ميدانية في عدة مناطق من الوطن خاصة على مستوى ولاية البويرة، وين كانت لهم الفرصة لإدارة وتسهيل عملية إخماد الحرائق باستعمال كل الوسائل المتاحة خاصة الوسائل البرية والجوية. في نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تستمر موجة الحر التي قد تصل إلى 45 درجة على مستوى عدة ولايات من الوطن إلى غاية اليوم. وحسب النشرية التي وضعت هذه المناطق في مستوى اليقظة برتقالي، ستتراوح درجات الحرارة القصوى بولاية تلمسان، سيدي بالعباس، سعيدة، معسكر، غريزان، شلف، عين الدفلة والمدية، البويرة ومسيلة، ما بين 43 و 45 درجة مئوية، وما بين 29 و 31 بالنسبة لدرجات الدنيا. أما بالنسبة لولاية وهران، مستغانم، تيبازا، الجزائر، بجاية، سكيكدا، عنابة والطارف، فإن درجات الحرارة القصوى المرتقبة بها ستتراوح بين 40 و 42 درجة، فيما ستتراوح درجات الدنيا ما بين 27 و 29 درجة مئوية. في نشاط الحزبي الآن، وخلال افتتاح الجامعة الصيفية لحركة البناء الوطني بالمركز الجامعي عبدالله مرسلي بتيبازا، وفي لقائه مع إطارات الحركة، أعلن رئيس الحركة عبدالقادر بن جرينا على المبادرة الوطنية للتلاحم، والتي اعتبرها أكبر مبادرة لحشد الفئات السياسية. أن شركاء المبادرة قد اتفقوا بالأمس على أن يكون يوم المجاهد القادم، أي يوم 20 أوت، في ظلاله يوما قبلا أو بعده، هي المناسبة الرمزية لعقد الندوة الوطنية للمبادرة الوطنية. نطرح مقترحات المبادرة أمام الرأي العام. مواصلة لتنظيم الفضاءات الجوارية وفتح باب النقاش واستحداث حلقة وصل بين الإدارة والمواطن، نظم المرصد الوطني للمجتمع المدني منتدى المجتمع المدني للحوار والمواطنة والتنمية بولاية سيدي بالعباس. التقى فيه رئيس المرصد نور الدين بن براهم بالمواطنين والممثلين وممثلي الهيئات والجمعيات. المنتدى كان فرصة للنقاش وطرح انشغالات المواطنين. في إطار محاربة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، لا سيما تلك المتعلقة بالتنقيب وتعدين غير المشروعين عن الذهب، وكذا تهريب عبر إقليم اختصاصي المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بجنات، وعلى إثر معلومات وردة إلى الفرقة الخاصة لمراقبة الجنوب الدرك الوطني بجنات، تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني من تفكيك شبكة إجرامية تمتهن نشاط التنقيب غير الشرعي عن الذهب. في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، لا سيما تلك المتعلقة بالتنقيب والتعدين الغير شرعيين عن الذهب وكذا التهريب عبر اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بجانت، وعلى إثر معلومات واردة إلى الفرقة الخاصة للمراقبة بالجنوب للدرك الوطني بجانت، مفادها قيام مجموعة إجرامية تمتهن نشاط التنقيب الغير شرعي عن مادة الذهب، تم وضع خطة محكمة من أجل توقيف هذه المجموعة، حيث تمت مداهمة منزل ومحل تجاري ببلدية برج الحواس من طرف الوحدات التابعة للمجموعة، أين أسفرت العمليتين النوعيتين على حجز ما يلي: 406.6 غرام من المعدن الأصفر الخام، مبلغ مالي قدره 1,163,000,000 سنتيم، توقيف شخص من جنسية جزائرية. العملية الثانية أسفرت على حجز ما يلي: 51 غرام من المعدن الأصفر الخام، مبلغ مالي قدره 2,165,000,000 سنتيم، 34 ميزان خاص بوزن الذهب، آلة إلكترونية مخصصة لعد النقود، توقيف 3 أشخاص من جنسية جزائرية وشخص من جنسية إفريقية. القيمة المالية المحجوزة للعمليتين 3,328,000,000 سنتيم. الكمية الإجمالية للمعدن الأصفر المحجوز 457 غرام. بعد إختيار الجهات القضائية المختصة إقليميا، سوف يتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة. دوليا، وفي الشأن الصحراوي، وصفت الكونفدرالية النقابية الغاليسية المشتركة في إسبانيا اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي انتهت صلاحيته الاثنين الماضي، ويشمل الصحراء الغربية المحتلة بشكل غير قانوني بالاحتيال.
داعية إلى التفاوض حول اتفاق جديد مع جبهة البوليزاريو من أجل احترام مصالح الشعب الصحراوي وسيادته. وفي الوقت الذي أعلنت فيه المحكمة الأوروبية أن الاتفاق غير قانوني كونه يضم المياه الإقليمية للصحراء الغربية التي لا تمتلك المغرب أي سيادة إقليمية عليها، دعت الكونفدرالية الطرف الأوروبي إلى التفاوض مع جبهة البوليزاريو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي من أجل السماح لأسطول غاليسيا بالصيد بشكل قانوني. في فلسطين المحتلة استشهد صباح اليوم شاب فلسطيني وأصيب 4 آخرون في مواجهة مع قوات الاحتلال الصهيوني في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس بالضفة الغربية. هذا وشهدت عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلتين حصارا وحملات اعتقال واسعة في حق الشباب الفلسطيني، بالإضافة إلى اعتداءات من طرف المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم. بمناسبة الاحتفال بستينية الاستقلال، يحتضن المسرح الجهوي لخميس مليانة طيب شريف محمد تظاهرات أيام المسرح، والذي انطلقت فعالياته في 19 جويلية إلى غاية 22 من نفس الشهر، حيث تهدف التظاهرة لدعم النشاط الثقافي. يقول محمد عياشي: جسدت مسرحية استراحة المهرجين قسوة المحتل الفرنسي بتحويل شخصيات المهرجين التي من المفترض أن تجلب البهجة والسرور إلى أداة للتقرب من السكان بهدف تغطية الجرائم الممارسة في حق الجزائريين. في هذه المسرحية دور الكلون هو فافا، والبارا يعني الجندي تاع لا سيكسيون تاع ماسو هو سي مانويل، انسان مريض نفسيا، انسان كما نقولوا عنده تاريخ اسود. في هذه المسرحيه عندي دور مواطنه فرنسيه اللي جات للجزائر عند بهدف بحوث ولا عند العائله تاعها، اللي صراو لها عده صدمات، تصطدم بالواقع، تصطدم بال أصدقائها اللي هما في الحقيقة ما همش ممثلين مسرحيين ولكن هما جلادين. المسرحية تندرج ضمن برنامج ثقافي أعده المسرح الجهوي طيب شريف محمد بالتنسيق مع المسرح الوطني محي الدين بشترزي. شاركت فيه فرق من مختلف ربع الوطن بهدف تنشيط الحركة الثقافية في المنطقة. فرح هذا الشيء اللي دروا هنا المسرح، كنا مخصوصين شوية ترفيه على النفوس. أنا فرحين بمسرح جديد خميس مليانة، لأنها المهرج والأطفال والصغار. أنا بغي حابة ديروا دائما مسرحية خطر جبني الحال. المسرح الجهوي لخميس مليانة يسخر خشبته للفرق المسرحية والجمعيات بهدف خلق الإبداع ونشر ثقافة المسرح. ونختم النشرة بالشواطئ الفيروزية والرمال الذهبية بساحل البجبيتي بازا، إحدى الوجهات السياحية المفضلة لدى العائلات التي تبحث عن الاستجمام والراحة. تقول وصل الجوابي: يجلس ليتأمل زرقة البحر فيغوص وسط الأمواج وحدك مع الأصدقاء أو العائلة. الساحل الغربي للجزائر طبيعة غناء تأخذك في رحلة استرخاء تبحث عنها العائلات. شو لاجيري شباب بزاف، عندنا دي بلاج مهمين، وال في المضرب هذا كاين دي جون قايمين به نيتوايو لي فامي، لا سيكوريتي توتال. الحمد لله يا ربي كاين الماء، كاين الامن. ملي كنت صغير وانا نعوم في هذه البلاص كانوا يعاملونا تعامل مليح، وبلاصه نقيه. صلاه النبي، صلاه النبي، الجزائر شابه والله يحفظها. واحد 5 سنين وانا نجي هنايا كومبي ونباتو لتحت الكومبلكس هنايا، بيان سور هنا لا فامي اون فامي كامل هنا. يعجبني هذا البحر باسكو فاميليال وشباب يعجبني بروبر نقي. هنا حيث الفرجة الهدوء والراحة، أجواء عائلية ومرافق ضرورية تضمن عطلة صيفية رائعة. جيت مع لا فامي تاعي لهنايا، وديجا عندي دوك ديجا 3 أو 4 سنين وانا نجي لهاد لابلاج مع لافام. الحمد لله حنا نجيو لهاد لابلاج على جال العباد اللي خدموا فيها. انتي لابلاج هذه نقيه ومستحفظين عليها، ونجي مع الام فامي نعوموا. حنا 3 سنين توالا هاديه حرصنا عليه من ناحيه
النظافة والحماية، شاطئ عائلي 100%. لوحة طبيعية وتناغم يريح البصر. هنا الجزائر بشواطئها الساحرة تروج طبيعيا للوجهة المحلية. نهاية النشرة إلى التذكير بالعنوان. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يواصل زيارة الدولة لجمهورية الصين الشعبية. ومدينة التكنولوجيات والاقتصاد شنجن محطة هامة لصلب الزيارة وإشادة صينية بمستوى العلاقات التاريخية المتينة بين الجزائر والصين. رئيس الجمهورية يؤكد أن الصين ستستثمر 36 مليار دولار في مجالات مختلفة ببلادنا خلال لقائه أفراد الجالية الوطنية ببكين. وهذه الزيارة يعني أعطت دفعة قوية لكل المجالات، في يعني في المجال الدراسي اللي هي اللي راح تفتح ابواب كثيره للطلاب الجزائريين. نشكر سياده الرئيس على الزياره اللي قام بها لتطيد العلاقات بين الجزائر والصين. والجاليه الوطنيه تثمن اهتمام السيد الرئيس بانشغالاتها واشراكها في مسار التعاون الاستراتيجي البيني. كما تابعتم في النشرة، تزامنا وفصل الصيف وحفاظا على سلامة المواطنين، تكثيف عملية الرقابة التوعوية على مستوى حلقات التسويق لحماية المستهلك أقول من مخاطر التسممات والعينة، كانت في النشرة من ولاية وهران. شكرا على المتابعة، في أمان الله.